بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله نبدأ، وعلى الله نتوكل، فمنه العون وحده لا شريك له. من قواعد الإسلام المشهورة بالحكم، من قواعد الإسلام المشهورة بالحكم، وهذا من المبادئ في الاقتصاد الإسلامي. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أقول السؤال أنا؟ مين؟ أقول السؤال أنا؟ مين يعني؟ السؤال أقوله. مين اللي تبي تقول؟ أنا نور. لا، من قواعد الإسلام المشهورة بالحكم، وهذا من المبادئ في الاقتصاد الإسلامي. لا، وهذا من المبادئ في الاقتصاد، كلمة الاقتصاد هي الخطأ، وهذا من المبادئ في الحكم المشهورة في الحكم، نسوي كذا نسوي كذا نسوي كذا. لكن في الاقتصاد ما تنفع المشهورة. يعني مثلا لو عملوا استفتاء، إيش رأيكم نخلوا الراتب 7000 ولا نخليه 70000؟ بالله كيف حتطلع النتيجة؟ 100% 70000. ليش؟ هذا ما ينفعش. لكن الحين هذا مو من المشهورة، هذا اقتصاد يترتب عليه اقتصاد دولة، يترتب عليه اقتصاد، يترتب عليه أمور ثانية. صديق السوء حسن المظهر طيب المخبر. صديق السوء حسن المظهر طيب المخبر، لا خبيث المخبر. تعرفون عندنا في مصر شلة علي بابا، يعني ناس حرامية. حرامية يعني ايش؟ سرقتهم شغلتهم لصوص، لص والله العظيم لص. انا شفت هذا بعيني، بأم عيني. هذا بنات في 17 سنة في سنكم كذا، في ريعان الشباب، في زهرة أعمارهم، لابسين بقى لبس خطير. تعرفون بقى المصري، اللبس المصري يعني الحكاية مدلعة خالص. أنظف لبس، أحسن لبس، أحسن لبس، يعني أفضل ما يكون. يعني تناظر إليها كده تقول أوه واو، هذه يعني طبقة راقية مرة. يعني هذه مثلاً، هذه من مدينة نصر، هذه من العباسية، هذه من هنا. يعني أول ما ناظر واحد يناظر لها واو. اثنين يكونوا دائما اثنين مع بعض، تدخل محل طبعا، وكمان يعني مش لبس حلو بس، لا ده أمر، يعني منقينهم على الفرازة، يعني جمال غير طبيعي ولبس ما فيش بعد كده، ويكونوا اثنين مع بعض والاثنين يعني أجمل من بعض. يدخل محل الذهب، واحدة تخرفن الرجال، واحدة تاخذ بالها براحتها، تسرق براحتها. هنا صديق السوء حسن المظهر، يا سلام، شكل وجمال ولا أروع، لكن خبيث المخبر، قلوبهم أعمالهم خبيثة. والله هذا شفته بعيني، أقسم بالله بعيني كده. طبعا مثل ما قلت لكم، عندنا فترة التنقلات في الطلبات، الطلبة والطلبات في الجامعة عن طريق ليش؟ القطار، لأن القطار من أول مصر، من أولها لآخرها، يعني شامل كل المحافظات. أحصل نوعية من هذا النوعية اللي هي إيش؟ من وين جاية هذه؟ من الأرض ولا من السماء هذه؟ ويكون ماشيين ورا واحد، معاه واحد على نياته، معاه 20,000، 30,000، 40,000، لكن مبين معاه في 1,000. وأحيانا يكون واحد معاه نص مليون، شنطة فلوس كده رايح يشتريها، أشياء يبيع شيء، 5 دقائق، هذا ما يقعد معاهم غلوة، 5 دقائق، واحدة تخرفنه وواحدة تسرقه في 5 دقائق. شفت سرقة بدقيقتين قدامي، 5 دقائق كده، شنطة فيها 100,000 اتخذت في لحظة، لحظة كده، لحظة. يبقى صديق السوء حسن المظهر خبيث المخبر. النبل علامة على فقه النفس وعلو الهمة
والوصول إلى الخمول دوت كوم. هنا الخمول خطأ. يقول النبل علامة على فقه النفس. نعم، الإنسان الذكي فاهم نفسه، أول شيء فاهم نفسه. يا الله يا حي يا قيوم. يا رب. النبل علامة على فقه النفس. الإنسان الذكي هذا فاهم نفسه، فاهم نفسه اشتبه بالضبط. وعلو الهمة والوصول إلى الخمول. في واحد على الهمة يصل إلى الخمول، يصل إلى الرقي. وليش دائما أنا أتلاقوا دائما في دوراتي بسبب أو بدون سبب أقول يا بنات اجتهدوا، يا بنات اعملوا مشاريع في حياتكم، يا بنات خليكم في أعلى درجات التعليم، خليكم في أعلى المناصب، خليكم كذا خليكم كذا. ليش؟ والله العظيم سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الكفر والفقر. الفقر، تخيلوا الفقر ممكن يؤدي إلى الكفر، تخيلوا، ممكن، مش كل فقير يعني كده، أعوذ بالله، قد يؤدي. الإنسان الذي اللي هو مرتاح في وظيفته، في راتبه، في مكانته الاجتماعية، إنسان راقي. طبعا احنا معلش طلوع عن الموضوع شوية، عندنا في مصر اللي هو مش عارف ايه، ناس متكبرة جدا. فدخلت مرة أخلص إجراءات الهوية، لكن سريعا، وعندهم السريح 3 أيام وأنا ما عندي إلا يومين فقط. ما عندي إلا يومين ومضطر، والجهاز لا يقبل السريح إلا 3 أيام. الشاهد دخلت على اللواء هذا اللي هو يعني مسؤول عن المحافظة كلها. والله دخلت لقيته فاتح كتاب الله، بيحفظ قرآن وبيقرأ، وصوته جميل. واحد يقول عادي عندنا كده، لا عندنا عادي، هذه في مصر يعني مش موجودة. يعني أنا لما أذكرها معناها أن شيء غريب عندنا، اللي هو مثلا قاعد يحفظ كتاب الله وكذا، بعضهم ما بيصلي أصلا، بعضهم أصلا يعني يصل لدرجة أعوذ بالله، يعني كلام مش عايزين نغلط في شيء، تمام. إيش اللي مخلي الرجال هذا قاعد ومسؤول عن محافظة كاملة، وقاعد وهادي وأعصابه هادية، وقاعد يقرأ قرآن؟ كلما ارتاح الإنسان كلما رقت أخلاقه. يبقى النبل علامة على فقه النفس وعلو الهمة والوصول إلى الخمول، لا، والوصول إلى الرقي. لاحظوا المعلمة هذه اللي بتاخد 15,000 ممكن تحصلوها عصبية 24 ساعة معصبة، في حين المشرفة حقة إدارة التعليم لما تجيكم السلام عليكم يا بنات كيف حالكم، وأخلاقها هادية وأعصابها هادية، وما ومدة عملها 10 دقائق في كل فصل، وممكن كل مدة عملها في اليوم 20 دقيقة مثلا، وراتبها أضعاف المعلمة. كلما ارتقى الإنسان، كلما ارتاح ماديا وماليا ووظيفيا، كلما ارتقت أخلاقه. طبعا أنا ما بزمش في المعلمات، ده المعلمات من الله العظيم. أول ما أعرف طالب أو طالبة أمه معلمة، والله العظيم أعطيه اهتمام كبير، لأن هذه الفئة تتعب تتعب، المخلص فيها يتعب جدا، المخلص في مهنة التعليم بيتعب تعب شديد. الرجل الحازم هو الذي أضاع ما في يده. الإنسان الشديد الحازم هو الذي أضاع ما في يده وأنهى عمله في يومه. الحازم يضيع ما في يده ويستفيد من نصيحة الحكيم. وين هذا الكلام كله بخربط؟ الرجل الحازم هو من أضاع ما في يده وأنهى عمله. طبعا هي الجملة هذه متكررة، يعني مش غلط منهم، ده هي متكررة بس، يعني متكررة عشان بس يعني كم الغيها كذا تكون مضبوطة. الرجل الحازم هو الذي حفظ ما في يده، مش أضاع، وأنهى عمله في يومه. الإنسان الرجل الحازم عليك 10 صفحات في الفقه خلصناهم، علينا 2 صفحة في التوحيد خلصناهم، علينا كذا كذا كذا، جدول تمشي عليه. حازم، الرجل الحازم هو الذي أضاع، لا حفظ ما في يده. عنده 1,000,000 ريال بحافظ عليه،
عنده 1000 ريال بحافظ عليه، مش بحافظ عليه بخلا، لا يحافظ عليه ولا يضيعه، وأنهى عمله في يومه ويستفيد من نصيحة الحكيم. أحدثت الطفرة الإلكترونية يا الله يا حي يا قيوم، أحدثت الطفرة الإلكترونية حظاً في حياة الناس، يلا يا تالا لو سمحتي أحدثت معانا تالا. أيوة يا أستاذ، أحدثت الطفرة الإلكترونية حظاً في حياة الناس لتسهيل أساليب التعليم والتسويق عن بعد. الغلط هنا حظاً والتصحيح فرص. شكراً يا تالا. يلا يا وداد، يا وداد بسم الله الرحمن الرحيم، يلا يا دانا قصدي. إذا أخذ المرء العلم بجدية وعمل من غير تيسر أسبابه وزاد ابتذال الناس له، الخطأ ابتذال، تصحيح احترام الناس له. شكرا يا دانا، أنصحك يا دانا، ما شاء الله متغير مستواك، والله أعرف أنه صاير متغير مستواك، وصغيرة متغيرة، أول ما كنت بتجاوب الحين بتجاوب، بس أبيك تنتقل إلى مرحلة علو الصوت حتى يكون واضحا. ليش؟ ليش تعلي صوتك؟ حتى تؤجري عندما تفهمي ناس سمعاك، يعني احتسب الأجر. ثمانية تالة يا قصدي يا دانا، يا دانا تمام، احتسب الأجر يا دانا، وعلي صوتك شوية، أنا عارف أنك تستحي شوية، لكن الحمد لله احنا متطورين، أول ما كنت حتى بتجاوب الحين متطورين شوية. باقي مرحلة إيش؟ مرحلة علو الصوت وتفهيم، اللي يعني أنا أبيك يا تالا مثل أبيك يا دانا مثل تالا كده تشرح وتفهم وكذا وكذا، لأن من يشرح شيئا لا ينساه، خديها قاعدة كده، من يشرح شيء لا ينساه. أنا اللي شرحه، أنت اللي شرحه، كيف تنسيه؟ وين دوت كوم؟ وين إيه دوت كوم؟ يلا يا ذكرى، ذكرى اللي قالت كلام جميل قوي، يعني ما ننساش ابدا، تبقى ذكرى ابد الدهر يا ذكرى، شكرا جزيلا على الكلام الطيب اللي انت كتبتيه هذا. طبعا انا فيك ناس كثير، عفوا يا دكتور، العفو هذا حقك بالنهايه، يعني قدام رب العالمين احنا عارفين انك قدام الكل انك انت ما تقصر، والله مشكلة يعطيك يا ذكرى، مش مثل واحده كذبه مره، مرت ايه بس يلا، لكن ذكرى على العين والراس وتدخلت في الموضوع ف على العين والرأس. يلا يا ذكرى تفضلي. ها أحد، لا إذا أخذ المرء صح، نعم إذا أخذ المرء العلم بجدية وعمل لغيره تيسرت أسبابه وزاد ابتذال الناس له. الجواب هنا الخطأ ابتذال، التصحيح احترام، نقول احترام الناس له مو ابتذال، فالابتذال من الخطأ السياقي، يعني يقول إذا أخذ المرء العلم بجدية، واحد بيتعلم بجدية وكده زي ذكرى وتالا ومي والناس اللي هي يعني ترفع فوق الرؤوس ونورة وغيرها، إذا أخذ المرء العلم بجدية وعمل لغيره تيسرت أسبابه. شفتوا يا بنات الناس اللي هي شرحت هذه وتشارك معنا دائما، ها إذا أخذ المرء العمل بجدية، العلم بجدية وعمل لغيره تيسرت أسبابه وزاد ابتذال الناس له، الناس يكرهوه، وزاد احترام الناس له. والله العظيم صاير يكلمني ناس على الخاص، اعطيني رقم تالا، اعطيني رقم فلان، اعطيني رقم فلان، وبعضهم بلهجه اشك ان هذا ولد ولا بنت، هذا اروح ابحث عن هذا الرقم، ولد ولا بنت، يطلع بنت، اقول يلا مش بلاش تعطي الرقم بقى عشان ما تزعجش الاخت، ما قصرت عشان ما نشغلوهاش عن الدراسه. يبقى الإنسان شفتوا النماذج اللي معانا اللي بتشرح، قبل أن تشرح كانت محببة في الجروبات، شوف تخيلوا، شوفوا قبل أن تشرح، أنا متابع من الجروبات لما أكون فاضي، أتابع يمكن 10 دقائق كل أسبوع كده، يعني لو كل أسبوع كده فضيت مرة أدخل 10 دقائق أشوف إيش اللي صاير. يعني الفئة اللي بتشرح الموجودة الآن اللي بتساعد الناس هذا كانت أصلا محببة إلى البنات
قبل أن تظهر في الجروبات وتظهر في المحاضرة في الدورة يعني. إذا أخذ المرء العلم بجدية وعمل لغيره تيسرت أسبابه وزاد احترام الناس له وليست ابتذال. يلا يا شوق إن كنت معنا. أيوة موجودة. تفضل يا شوق. ها تمام. إذا قبلت النصيحة اجتزت الجبال، وإذا لم تقبلها سلكت طريقك حتى السهول. سلكت هي الإجابة الخاطئة، صعب صعب هي الإجابة التصحيح. نعم. قليل من العلم. أكمل؟ نعم كمل الله يحفظك. تمام. قليل من العلم مع كثرة العمل به خير من كثير من العلم مع كثير العمل به. كثير الثانية، كثرة الثانية، التصحيح قلة. دكتور كنت تشرحها يعني ما فهمت. حاضر أبشري. قليل من العلم مع كثرة العمل به خير. الكلام ده كلام زي العسل، حد هنا كويس. خير من كثير من العلم مع كثرة العمل به. شوفوا يا بنات، قليل من العلم مع كثرة العمل به خير، حلو، هذا الكلام كويس. يعني أنا قريت حديث واحد اليوم، أو قريت حديث واحد طول الأسبوع، أو قريت حديث واحد طول الشهر، لكن عملت فيه. والله كان معايا طالب زميل لي يعني في الجامعة، ولد من الفلاحين يعني مثلا عندك وقولوا بدو مثلا. ميزته هذا الولد، ميزته ما سمع بآية ولا حديث أو فهم آية وحديث إلا عمل بها كما أنزلت. والله العظيم كان معي رقم وضيعته، لكن بإذن الله أنا رحت له مرة واحدة في حياتي وما نسيت المكان، إن شاء الله لما أنزل أروح له. كان إذا عامل حديث، إذا فهم حديث يطبقه، لدرجة لما قرأ الحديث فضل اثنين وخميس، وكان عندنا اختبارات وصايم في الاختبارات في اثنين وخميس. تعرفون الصيام مشقة، والإنسان لما يكون عنده اختبارات بيعمل جهد كبير في المذاكرة. أقول له يا ابني هذه سنة واحنا في اختبارات. يضحك كده، والله ما انسى. قال لي روح يا ابي، تروح روح روح يا عم، احنا عندك اختبارات يا ابني واخر سنه مستقبلك. روح يا عبيط روح. يقول لي عبيط ليه؟ يقول لي هو ربنا هيضيعنا يا ابني، النبي والرسول هيضيعنا. قلت له ازاي؟ قال لي هو النبي لما قال يعني لما سن لنا صيام اثنين وخميس، ولا سن لنا حاجات زي كده، حددها اختبارات ولا دون اختبارات؟ ده فضل ربنا بدهولي. قال روح روح روح. والله العظيم الولد هذا ما كان يذاكر كثير، انا كنت اذاكر مذاكره غير طبيعيه. والله اني قريب مني، والله ان مجموعه قريب مني. طبعا انا اعلى منه شويه، انا قريب منه شويه، لكن انا كنت اذاكر اضعافه، وهو في المجموع قريب مني، انا اعلى منه شويه بسيطه، لكن هذا ببركه التوفيق وبركه. اذا قليل من العلم مع كثره العمل خير من كثير من العلم. مثلا انا جالس احفظ احاديث وجالس اسوي كذا وجالس كذا، لكن ما عملت شيء. يبقى القليل مع العمل افضل من الكثير مع قله العمل. هنا كلمه كثره خطأ. بعيد تاني. قليل من العلم مع كثرة العمل به خير من كثير من العلم مع كثرة العمل. فائدة الحديث الذاتي إلى غيرك هو أنك تجد أحدا يستمع إليك على الأقل. طبعا هذه اليك. يقول فائده الحديث الذاتي لما انت جالسه، ليش يقول الدكتور كذا؟
ليش عصب علينا؟ ليش قال كذا؟ أنا يمكن خطأ ولكن هو الخطأ، وهكذا يعني. تمام. فائدة الحديث إلى الذات، شوف يقول فائدة الحديث الذات إلى غيرك، لا إلى نفسك. الحديث الذاتي يعني حديث نفس، جالسة تكلم نفسها، جالسة كذا كذا كذا. فائدة الحديث الذاتي إلى نفسك هو أنك تجد أحدا يستمع إليك. واحد يقول ايش؟ والله ما انا محصل احد، ما انا محصل احد يسمعني، انا طفشت ابي احد يسمعني. والله اذكر معلمة لغة انجليزية عندي، يعني ام طالب عندي في الفصل، ولا بلاش السالفة هذه، خطأ علينا، خطر، بلاش. العظمة في هذه الحياة ليست العظمة في هذه الحياة ليست بالتعثر، ولكن بادر بالنهوض، لأن نهوضك عثرة أخرى. العظمة في هذه الحياة ليست بالتعثر، كلنا بنقوم ونطيح، بنقوم ونطيح، بنقوم ونطيح. العظمة في هذه الحياة ليست بالتعثر، ولكن بادر بالنهوض، لأن نهوضك عثرة أخرى. لا، لأن تعثرك عثرة أخرى. يلا يا تالا خففي علينا الوطأ شيئا ما. سؤالين يا تالا، تفضلي. عندما تقابل أحدا لأول مرة عليك أن تترك انطباع سلبي، فهذا سيؤثر على التواصل فيما بينكما بعد. الغلط هنا سلبي، أول ما تشوفون شخص لازم يكون عنده طابع إيجابي عنكم، لأن دائما النظرة الأولى هي اللي يعني تجيب المشاعر والتواصل. السؤال الثاني، السعداء هم أشخاص عرفوا أن الحزن لا يجدد جديدا ولا يعيد ماضيا ولا يرد غائبا، فتركوه جانبا وابتسموا. الغلط هنا أنه لا يجدد جديدا، لأن الجديد يكون دائما متجدد، بس القديم اللي ما يكون متجدد. فهذه معني. شكرا جزيلا. يلا يا ذكرى، الاحترام ومن المتناقض. الاحترام تربية وليس خلق، والاعتذار خلق وليس مذلة. هنا عندنا خلق الأولى الخطأ، والتصحيح ضعف. نعم، شكرا جزيلا. من المتناقضات، من المتناقضات العجيبة أن يكون أول ما يهتم به الإنسان أن يعلم الأطفال الكلام، ثم بعد ذلك يعلم كيف يتألم. هنا الخطأ السياق، الجواب باء، يتألم، مفروض مو يتألم، يصمت. نعم احنا... نعم، الواحد فينا لما ربنا يرزقه بمولود يقعد يعلمه بابا بابا وماما وبابا وماما لحد ما ينطق ويصير مزعج. لما يصير مزعج، يا ولد اسكت، امنع الصوت، ازعاج، يروح برا، امنع الصوت، اسكت، وهكذا. فمن المتناقضات العجيبة أن يكون أول ما يهتم به الإنسان أن يعلم الأطفال الكلام، ثم بعد ذلك يعلمه كيف يتكلم، كيف يصمت، معذرة. ذكرى، يا ذكرى تفضل يا دكتور. نقول عفى الله عما سلف ولا إيش رأيك؟ ها؟ عفى الله عما سلف. يلا يلا يا نور، جاوب يا نور سؤالين يا نور. يلا، ها ترى متوسطة لك واحدة عزيزة علينا. يلا يا نور، ليس كل ما يلمع غالي. وين رحتي وين جيتي؟
يلا جاوبي يا نور. يا نور ليس كان ماي 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 ما يلمع الغالي، وليس كل ما يبرق الفضة الخطأ الفضة أو تصحيح الذهب، الذهب هو اللي يبرق من الفضة. نعم، السؤال الثاني، تركك ما لا يعينك، ها؟ تركك ما لا يعينك يحقق لك ما يشفيك. تركك ما لا يعينك يحقق لك ما يشقيك. تركك ما لا يعنيك يحقق لك ما يرضيك. يعني ما لك شيء في السلف هذه، تتركها تكون مرتاح بدل ما تسمح كلمة مو زينة وهكذا. دوت كوم. يلا يا دانا تمكه، عرفتم الحياة فلم تستعدوا له. عرفتم الحياة فلم تستعدوا له، الخطأ الحياة تصحيح الموت. نعم يا دانا. السؤال اللي بعده، الكلام كالدواء، كلما قلت منه نفع وانكثرت منه شفع، الخطب الشفع والشفع والتصحيح فتح. شكرا. يلا يا شهد. يا شهد يا شوق. أيوة دكتور موجودة. يلا تفضل. خلصنا السؤالين هذول. تفضلي سؤالين. إن السماء لا تمطر فضة ولا ذهب، فعليكم بالنوم. النوم في الإجابة الخطأ العمل، فعليكم بالعمل. الحلم واسطة فوق الغضب والضعف، فوق هي الإجابة الخاطئة، التصحيح بين الغضب والضعف. الدجاجة أغبى الحيوانات، فهي تصيح، هي تصيح بعد أن تضع البيضة. أغبى هي أذكى. نعم، الدجاجة أذكى الحيوانات، فهي تصيح بعد أن تضع البيضة. من تقول لي ليش هذه؟ طيب عبيدة موجود؟ كل إنسان ضار؟ يا ناس، يا عبيدة دوت كوم، يا عبيدة. طيب يا أيلة. عبيدة موجودة يا دكتور، عبيدة موجودة يا دكتور. طيب يلا تفضل. كل إنسان ضار، حتى الشخص السيء تنتفع به، تنتفع به فيضرب به، فيضرب به الأمثال السيئة. كل إنسان ضار، الضار خطأ، تصحيح كل إنسان نافع. هل اللي بعدها كمان؟ نعم، اي نعم. لا يضيع شيء، لا يضيع شيء ذو قيمة اذا صرفنا الوقت الكافي لإفساده. لإفساده خطأ، لإتقانه صحيح. يلا يا أيلة. نعم موجودة. ممكن تنزل تحت. جذور التربية، جذور التربية طيبة لكن ثمارها حلوة، الخطأ طيبة، التصحيح مرة. نعم، جذور التربية طيبة لكن ثمارها حلوة. جذور التربية طيبة لكن ثمارها، هنا مكتوب طيبة، وش الخطأ هنا؟
جذور التربية طيبة. خطأ طيبة. مو طيبة. خطأ طيبة. التربية بتخلي الإنسان يعني تشوف الأمهات اللي تابع الفيس دائما في ملصق كذا اسمه. الله يعزكم أنتم بكرامة. حذاء كذا ويقول عليه حذاء سلاح الست المصرية وهي بتذاكر كذا. واحد عمل مثلا صورة سلاح وابنه وهو بذاكر. بعد انتشار هذه الحاجات الغريبة كذا أيام الاختبارات. يلا يا آيلة كمان سؤالين. تمام. اليتيم والفقير لا يساعدان من شق طريق المجد في الإمام الشافعي نشأ يتيما وفقيرا مع ذلك بلغ من منزلة عالية وقد بلغ ذلك من تعرض لمثل نشأته. الخطأ يساعدان يمنعان. اليتيم اليتم والفقر لا يساعدان، هنا كلمة يساعدان هنا هي الخطأ. تمام. من شق طريق المجد اليتم والفقر لا يساعدان من شق طريق المجد. فالإمام الشافعي نشأ يتيما وفقيرا مع ذلك بلغ منزلة عالية وقد يبلغ ذلك من تعرض لمثل نشأته. هنا الخطأ يساعدان يمنعان. أذكر لكم قصة لواحد ابن عم لي من العائلة، يعني مثل عندكم تقولوا من القبيلة، يعني مش ابن عم يا أخو أبوي، لا ده من بعيد من القبيلة زي ما تقولوا دسري ولا كده، من بعيد. هذا أبوه معدم الله يرحمه، ما معدم يعني إيش؟ ما عنده شيء، كل اللي عنده في حياته بيته وفتح بقالة هذا الرجل. والرجل كان طيبا طيبه غير طبيعيه، يجي الاطفال يشترون ما معهم فلوس يعطوهم، وش تبي شيل 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 كذا، يعني فاتح البقاله هذه ما هو مستفاد منها شيء. قلبه طيب طيب جدا، يجي طفل يبي يشتري معاه جنيه، الجنيه ده يشتري واحد مثلا بيبسي مثلا. مثلا. الواد ياخذ بيبسي وحلويات وشوكولاتات وكذا، يعني يمكن ياخذ اللي في البقاله، المهم هو قاعد ما بيكسب اصلا، بس هو طيب القلب. لكن معدمين فقراء بطريقة عجيبة، يعني أولاده تعرفون الناس بتهتم بالتعليم في مصر جدا، أولاده خلصوا الجامعة وعندهم طموح، ده قصدي خلصوا الثانوية دخلوا كلية حقوق. كلية حقوق زي ما قلت لكم إيش اللي هي بتدخل إيش أول واحد فيهم، يعني دخل حقوق. الولد هذا كان عنده طموح لكن ربنا وفقه، يعني هذا اللي بيدخل حقوق عندنا الفاشل الفاشل الفاشل، لكن هو جايب مجموع حلو لكن دخل كده برغبه، هو ليه يعني طموح ان هو يدخل يكون وكيل نيابه يكون ضابط يكون كذا. فهذا الولد اللي هو عنده طموح عالي يعني نفسه بشيء، الفقر قهره، هو يبي يصير شيء. في الجامعه تعرفون عندنا الدنيا خلطبيطه بيطه عيطه، الاولاد مع البنات والبنات مع الاولاد، وخلط حتى جالسين مع بعض ما هم يم الدراسه، الدكتور بيشرح وهم قاعدين يسولفوا مع بعض والدنيا خربانه، وبيطلع من المحاضره يمشوا مع بعض يروحوا يفطروا مع بعض يروحوا هنا هنا هنا. فهو تعرف على واحده ابوها يعني على درجه وزير، لواء على درجه وزير، لكنها سوداء عجراء غفراء خربطه، الدنيا كلها خربانه عندها، يعني ما تسويش ثلاثه ابيض. هو الوقت هذا يبي يصير شيء، قال بسيطة الدنيا يعني بتزوجها وبمشي مع 20,000 واحدة. هو كان هذا كان لسان حاله، يعني ما يعرفش إنه هو حيكون في المصيدة. طبعا بالفعل تعرف عليها وهي سودة وشكلها يعني مش قوي خالص ومش جميلة خالص، بالعكس قبيحة. تعرف عليها بقى وإيش وعمل لها من البحر طحينة، سمعها كلام حلو والدنيا حلوة خالص. المهم اتفقوا إن هم حيتجوزوا اتزوجوا، بس انا كده وابويا مثلا قلت انا موافقه ما عليك، انا كلمتي مجابه لابويا، كلمتي مجابه يا بنت الناس، كيف حيوافق ابوك يعتبر وزير وانا ابويا يعني فاتح بقاله في الشارع هنا بيخسر منها كل يوم، مش بيكسب كل يوم بيخسر منها، ما عليك قلت لك انا كلمتي مجابه لابويا.
فعلا تقدم لها في لما خلص سنة رابعة كلية، اتفقوا مع بعض خلاص انتم فرحكم بعد ما تخلصوا الدراسة وتطلع الشهادة. ليش؟ قال عشان يوم الدخلة تكون هديتكم مني انكم تم تعيينكم في النيابة، يعني وكيل النيابة عندنا في مصر يعني حاجة جامدة قوي، اللي هو عندكم قاضي او سماحة الشيخ، احنا عندنا مش سماحة شيخ ولا حاجة، ده قاضي قد الدنيا. تمام؟ يوم الدخلة يوم العرس جاب لهم قرار التعيين الاثنين، صار هي وكيل النيابة وهو وكيل النيابة. هذا الولد الطموح هذا اللي عايز يطلع من الفقر، كل إخوانه السبعة كلهم يعني الحين كلهم على درجة وزير، كلهم السبعة ما شاء الله على الممتلكات والخير. طبعا هنا عندنا وكيل النيابة بياخد فلوس غير الرشاوي وحاجات زي كده، يعني حلال وحرام، لكن ما عليه، عندهم أملاك لا تعد ولا تحصى. الشاهد هنا إن اليتم والفقر لا يساعدان غلط، ده يساعدان على شق طريق المجد. الوقت هذا لو كان متيسر ماديا كان خد هذه الأخت اللي ما تسويش ثلاث طبيب. طبعا بمزح معه أقول له ها خطتك نجحت، يعني أنت متزوج هذه وماشي مع 20. قال وين ده، أنا اكتشفت إن أنا في هيئة رقابة إدارية، أبوها وزير وأمها وزيرة، أو يعني تليفونات مراقبة. قال لي أقسم بالله تليفونات مراقبة بالكلمة، يعني يوم كده مزحت مع واحدة جاني تقرير صوتي، الواد ما بيلعبش. قال لي أنا ماشي زي الألف، كنت كبش الفداء، هو يقول كده كنت كبش الفداء، بس يقول أحسن من الفقر. اليتم والفقر يساعداني على شق طريق المجد، لا يا فالآن. فالإمام الشافعي نشأ يتيما وفقيرا ومع ذلك بلغ منزل عالية، وقد يبلغ ذلك من تعرض لمثل نشأته. الطبقة اللي بتنشأ فقيرة هذه يكون عندها طموح عجيب وبحققوه، والله بحققوه، وعلى يدي نماذج ما تبطل من لو قلت أمثلتها. اللغة فكر ناطق، والتفكير لغة عامة، واللغة معجزة الفكر الكبرى. اللغة فكر ناطق، نعم، لما واحد بيتكلم كما قيل تكلم حتى أراك. لما واحدة كاتبة مرة بنعرف إيش تفكيرها، واحد كاتب مش عارف إيه بيعرف إيش تفكيره. تكلم حتى أراك، أعرف إيش تفكيرك، وهكذا. تمام؟ اللغة فكر ناطق، والتفكير لغة عامة. لا، التفكير لغة صامتة. بس في ناس درس علم نفس وتعرف فلان إيش يفكر إيه. نعم، هذه مهارة جامدة زي ما بقوله. يبقى اللغة فكر ناطق، والتفكير لغة صامتة، واللغة معجزة الفكر الكبرى. الأخت اللي رفعت يدها تفضلي. أستاذ تفضل، الله يحفظك يا تارة. عندي بس فكرة ننفذها عشان إحنا نفهم أكثر. نعم، إن ما تبرز الإجابات اللي تحت ولا الجواب ولا التصحيح، وإحنا نحاول نكتشف عشان تثبت أكثر المعلومة ونفهم أكثر. ثاني أبشر تفضل. ها إيوة يا دكتور، يعني أنا بعد أتفق وياها، صح ترى أنا أحس كذا بعد عشان ما نتشتت بين الكلمات الثانية اللي ما لها علاقة. يعني بس تبين الجملة اللي فوق ما تبين الخيارات ولا الجواب الصح. والله متفق معك، وإحنا نحاول نطلع كلي. وهذه بتيجي متى يا تالة؟ هذه تأتي عندما يصل الإنسان إلى فوق 90، يعني أنت الآن بتخبط فوق التسعينات إن شاء الله. تمام؟ لكن هي ممتازة وواقعية، يعني بتخلي الإنسان يفهم ويتدرب ويقول. تمام؟ لكن حتضيع مننا وقت وحتخلي الناس تنحرج تجاوب معانا. فهمت علي؟ فهمتني يا تالا؟ يعني مثلا لو قلت قولي يا فلانة هي قولي، عاملة نفسها حتى تشتغل بايش؟ اعمل نفسك ميت، اعمل نفسك ايه؟ ميت. لكن الان اللي جايبه قدامها
بتشجعها، بتحاول تفهم مرة النهاردة، تشجعت مرة وبعد كذا كذا يعني. كان مجرد اقتراح، والناس يعني اللي تبغى طبقة سووا زي خذوا ورقة وحطوها تحت، وانتوا اقروا لحالكم وحاولوا تطلعون شيء بعدين تشوفون صح ولا غلط، عشان كمان تثبت المعلومة، لأن لو غلطتوا خلاص بيبقى الغلط عندكم. نعم الله يجزاك الجنة يا تالة. تفضلي يا تالا، قولي لنا سؤالين يا تالا. ها مساعدة الناس تكسب قلوبهم، وما أسعد الناس بالناس إذا قام الشخص بعمل كثير لنفسه، دام بيسعد الناس فيعمل لغيره مو لنفسه. الحرية من دون إحرار ليست سوى سيل مدمر. الغلط هنا إحرار، التصحيح قانون، يعني لازم يكون في حد، والحد دائما بالقانون. كمل الخلاص. نعم. الحرية أسمى ما في الوجود، لذلك كان ثمنها باهظا. الغلط هنا أسمى وهي أثمن، وتقريبا قريبة من بعض، فممكن هنا ما يمديكم تطلعون، فحاولوا أنكم تركزون تفهمون الجملة صح. وما الدنيا بنافية لحي ولا لحي، وما حي على الدنيا بباق. الخطأ هنا بفانية، التصحيح بباقية، يعني الدنيا فانية أصلا ما راح تبقى، فهذا التصحيح. شكرا جزيلا. يلا يا ذكرى، تبقى ذكرى أبد الدهر. يلا يا ذكرى. وما الدنيا بفانية لحي وما حي على الدنيا بباقي. الإجابة هنا بفانية، تصحيح بباقية، يعني يقول وما الدنيا بباقية لحي وما حي على الدنيا بباقي. نعم. فيكون بباقية مو وبفانية. الله يجزاك الجنة يا ذكرى. ها كمان سؤال يا ذكرى. كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لآخر منزلي. كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لآخر منزلي. هنا الخطأ السياقي لآخر، المفروض بداله لأول. نعم. يلا يا نور، الحياة الصناعية التي نعيشها اليوم في البيوت المغلقة. الحياة الصناعية التي تعيشها اليوم في البيوت المغلقة فتحدنا على الحرية والنشاط، تجدها عند تجولنا في الحقول وقطف الثمار الأشجار. الخطأ منحتنا، والتصحيح سلبتنا. نعم. من استبر وجود آراء عرف مواقع الخطأ. تصحيح الخطأ هو استدبر، تصحيح استدبر استقبل. نعم. يلا يا دانا مكة. لا يتم عمل الاقتصاد المفقود ولا يكون فشل الاتحاد الموجود. الخطأ تصابر تصحيح التعاون. لا أتمنى إن أنا أنسى تقويم أخلاقي وسلوكي، وأن أهمل دراستي وأحيد عن طريق المستقيم الذي عرفته. انزل شوي. يلا يا دانا. ها الجواب، لا الخطأ يتمنى التصحيح يقلبني. يلا يا شهد أو شوق. سؤال الدكتور، السؤال اللي فوق.
طيب ما فهمتيها؟ أبشري يا ذكرى. شوف يقول اجعل لدينك نصيبا من آخرتك، اجعل لدنياك نصيب من آخرتك. كيف؟ والله الإنسان طول ما هو سعيد وعايش مبسوط وفي نزهة هو صافي القلب، قلبه صافي، هو هادي نفسيا، يعرف يتعبد الله عز وجل. لكن الإنسان الحقود اللي قلبه مليان في الدنيا بس، ما حتى ما حيطول لا دنيا ولا آخر. اجعل لدينك نصيبا من آخرتك. أصلا إحنا بنعمل الدين كله عشان الآخرة، لا العكس بقى، اجعل لدنياك نصيبا من آخرتك. فهمتها يا ذكرى؟ ايوه يا دكتور، الحين صارت واضحة. الله يوفقك ان شاء الله يا رب. يلا يا أيلة. موجودة. تفضلي. ها حقق أهل الكتاب الصواب حينما زعموا أن الله ولد، أن لله ولد. حقق خطأ، خالف. نعم، خالف أهل الكتاب الصواب حينما زعموا أن لله ولد، يعني خالفوا الصواب. يلا النظافة يا تالا. النظافة نصف الغني من يستنعت تأكله الفئران. الغلط هنا ما تأكله الفئران، تأكله الذئاب. نعم، جزاء الله يجزاك الجنة يا رب. دكتور تفضل. ها في سؤال فوق ممكن تعيده؟ حاضر يا تالا. اللي هو ايش بالضبط؟ اللي هنا فوق شوي. بس هنا. اي سؤال يا تالا؟ يا دانا. تحت شوي يا دكتور. ها؟ يتم عمل التصالح هنا. ليش؟ علي صوتك شوية يا تالا، الله يرحم والديك. التصرع. نعم، يلا يا تالا. لا يتم عمل والتصارع مفقود. يلا يا تالا، هذا سهل جدا. ها؟ لا يتم العمل والتصارع مفقود، ولا يكون فشل والاتحاد موجود. هنا إنه التعاضد اللي هو زي التعاون، صح دكتور؟ نعم. يعني لازم يكون في تعاون عشان يكون في عمل، فإذا ما فيها تعاون يكون مفقود العمل، ولا يكون فشل والاتحاد موجود. الاتحاد يعني اللي هو التعاون، إذا كان موجود ما يكون في فشل. هذا باختصار. نعم. شكرا، فهمت يا تالا؟ أيوة دكتور. وين وصلنا بالضبط يا ناس؟ انا نسيت انا. معانا الوليد؟ معانا الوليد لجين. يلا يا لجين، تفضلي يا لجين، ثم شوق بعدها لجين. هذه وهذه. حقق اهل الكتاب الصواب حينما زعموا ان لله ولد. الجواب الف، ليحقق تصحيح خالق. النظافة نصف الغني من يستنجع تأكله الفئران. الفئران هي الخطأ والتصحيح الذئاب.
شكرا جزيلا يا النظافة. ها محادثة الإخوان، حياة القلوب وجلاء النفوس وتذكير المتذكر. المتذكر هي الإجابة الخاطئة، الغافل هي الإجابة الصحيحة. من عاش بوجهين مات لا ذنب له. ممكن تنزل شوي دكتور؟ تمام. ذنب هي الإجابة الخاطئة، وجه هي الصحيحة. يلا يا دانا تمكى، أشوق قصدي شوق، يلا يا شوق. جاوبت يا دكتور على السؤالين، أكمل بعد؟ المشكور الله يجزاك. أنت شوق معذرة، مين شاهد يمكن، أو أنا أقصد مين غير شغل شوق؟ لجين معذرة، يلا يا لجين عشان بس أنا في ناس نسيها، يلا يا لجين. إذا أردت أن تتناسى حقيقة المرأة فنظر إليها فانظر إليها وأنت مغمض العينين. الجواب ب اللي هو الخطأ تتناسى، التصحيح تفهم. نعم، إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فانظر إليها وأنت مغمض العينين، يعني إيش هذا الكلام؟ يعني إياك أن تذكر أي سلبية، لو شفت أي مصيبة اعمل نفسك ميت، اعمل نفسك إيه؟ ميت، لأن المرأة لا تقبل الانتقاد، يعني ما تقبل أن تكون مثلا 9% أو 9 من 10 مثلا، لا تقبل هذا التقييم. مش يعني مش ظلم، لا هي طبيعة المرأة كده، تميل إلى التكامل، تميل إلى ال يلا السؤال اللي بعده يا أختي، الله يرحم والديكي. دكتورة جولة. نعم يا ذكرى تفضلي. ها يعجز الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش نسرا والظلمات نورا، لكن أمام الحمقى والسذج فقط. هنا الخطأ السياقي، يعجز، تصحيح يستطيع. شكرا يا نقول بدل يعجز نقول يستطيع الشيطان. في سؤال تعبي. يقدر يسويها، يقدر إيه يسويها يعني الشيطان قدها. في سؤال تعدى تحت، علي صوتك يا دانا والله. في سؤال تعدى، دوسي بنزيم يا تالا شوية يا دانا، علي صوتك. ها اللي فوق شوية. ها ايوه هنا 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 ايوه. كل مأذون له شارب طويل ولحيته أطول ليخفي ابتسامته الفرحة، يعني لحيته طويلة والشانب بقى طويل، تمام، هنا ليخفي ابتسامته الفرحانة، لا ده لو فرحان هيضحك قدام الجميع الشامتة. كل مأذون له شارب طويل ولحيته أطول ليخفي ابتسامته الشامتة، يعني هيكون فرحانين بكرة زي احنا بنقول عندنا في مصر كده، يقولوا كده بكرة نقعد جنب الحيطة ونسمع الزيطة، يعني دلوقتي مبسوطين بعد شوية هيكونوا زعلانين كده يعني. وش يقول يا تالا عندنا في، يا قصدي يا دانا في مصر، يا نور وش يقول عندنا في مصر؟ بكرة نقعد جنب الحيطة ونسمع الزيطة، يعني فرحانين على ايه بكرة؟ يختلفوا. وهكذا دوت كوم. يلا يا لجين لقد نسيناك كثيرا هذا اليوم. يعجز الشيطان ان يكون ملاكا والقزم عملاقا، تفضل يا لجين. اللي تحته ولا اللي فوق؟ نعم. يعجز الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش نسرا والظلمات نورا، لكن أمام الحمقى والسدج فقط. يعجز اللي خطأ والتصحيح يستطيع. نعم
نعم، يعجز الشيطان أن يكون ملاكا. نعم، شكرا يا لجين. كمان سؤال يا لجين، دوشي بنزين. الخبرة. نعم، الخبرة هي المشط التي تعطيك الحياة عندما تكون قد فقدت بصرك، الخطأ بصرك، تصحيح شعرك. طيب، الخبرة هي المشط الذي تعطيك الحياة عندما تكون قد فقدت بصرك. لا تفكر في المفقود يا نور. لا تفكر في المفقود حتى لا يريح الموت، لا تربح لا تربح الموجود. الخطأ تربح، التصحيح تخسر. السؤال اللي بعده، الكرم أعلى درجات. الكرم أعلى درجات الاحترام في 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 مانيا. الخطأ الكرم، تصحيح الحب. يلا يا تالا، الصداقة بئر يزيد عمقا كلما شربت من الغلط من هنا شربت والتصحيح أخذت. أربطوها هنا إن البئر ناخذ من الماء ما نشرب على طول عشان تفهمونها. شكرا يا تالا. يلا، من يدعو أصم يستقبل ضيفين. جت مرتين، هذه الثانية مرة وجميلة، نسمح كمان مرة من تالا بربطها الجميل. تفضل يا تالا. من يدعو أصم يستقبل ضيفين، تصحيح هنا أعمى، لأنه من يدعو أعمى لازم يجي اللي دائما يوجهه وزي كذا، واللي هو الأعمى نفسه، فيصيرون ضيفين. يلا يا عبيدة، لا يسرك إن فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد. يلا، لا يسرك إن فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد. الخطأ يسرك، والتصحيح يحزنك أو يعني يزعلك. نعم. يلا، سر الاثنين سر الجميع. سر الاثنين سر الجميع. تصحيح الجواب عن الخطأ هي الاثنين، والتصحيح والثلاثة. يقول سر الاثنين سر الثلاثة، ايش المقصود هذا؟ يعني انا جيت لعبيدة قلت له يا عبيدة اقول لك سر بس لا تعلم احد. يقول لي ابشر سرك كبير. خلص عبيدة راح قال للوالده أو والدته، ترى أستاذ يقول لي كذا كذا بس يقول لي لا تعلم أحد. صرنا ثلاثة، بكرة صرنا خمسة، بكرة بصرنا ألف، زي عندنا في مصر يقول سرك في بير، والشعب المصري كله عارف. بكرة الشعب المصري كله عارف. يلا يا ذكرى تبقى ذكرى أمد الدهر، نظرة العتاب تفرق الأحباب. نظرة العتاب تفرق الأحباب، هنا ندرة الخطأ السياق، وكثرة كثرة العتاب اللي تفرق الأحباب مو الندرة، فهنا الخطأ سياق الندرة. يعني كل شوية ذكرى لما نقول مرة مرة، اقري يا مرة، جاوبي يا مرة، كل ما نعاتب نعاتب نعاتب. كثرة العتاب وش تسوي؟ تفرق الأحباب. يلا يا بعد ذكرى نور، يلا حسن الخلق يا الخلق يا نور، حسن الخلق. حسن الخلق يندب الخطايا
يندب الخطايا كما يندب الشمس كما يذيب الشمس بالثلج. الخطأ الجليد والتصحيح الجليد والخطأ الثلج. قيل المسيح من آدابك قال ما أدبتني أحدا ولكن رأيت جهلا الجاهل ما اتبعته. الخطأ فاتبعته فتجنبته. يلا يا شوق، يلا شوق ثم لجين ثم دانا. شوق لجين دانا. تمام. يوجد دائما من هو أسعد منك فأبتسم. أسعد هي الإجابة الخاطئة. أشقى. ممكن تنزل يا دكتور شوي؟ بعد يا دكتور. تمام. إذا كنت مدعيا فالدليل، وإذا كنت مستدلا فالصحة. ولا يعرف الحق بالقوة ولكن يعرف الرجال بالحق. هنا بالقوة تصحيح بالرجال. شكرا. يلا يا تالا. يلا يا تالا هدوكم. على تالا مشغولة أو صوتي أنا رايح. من لا يعرف قيمتك وأنت بين يديه سيغنم على خسارتك عندما لا يراك أمامه. اللي مش عارف قيمتك لما يخسرك راح يعرف قيمتك. صح. بنقولها كيف إحنا في المثل؟ ما تعرف خيري غير لما تقرب غيري. كده بقولوها. ما تعرف إيه خيري إلا لما تقرب غيري. من لا يعرف قيمتك وأنت بين يديه. والله أذكر واحدة أزلتها في أول الدورة. هي يعني غلط. وقالت يعني إيش ما تهمني الفلوس. إيش يعني فلوس 99؟ أنا بدفع عادي لو 1000 ريال عادي. وأزلتها. راح الدورة ب 500 ريال ودفعت 500 ريال. أقسم بالله جاءت تاني. تكفى تكفى بأي مبلغ بدفعه. فعلا في فرق بينك وبينهم مرة. والله هذا صار. قلت لها آسف جدا. قلت لها إيش؟ قلت لها أنا بدفع اللي تبيه 1000. قلت لها قص فلوس مش عندي. أنا مستحيل أكون إنسان مادي أبدا. لكن اللي راح اكس برا مستحيل يدخل اكس جوه تاني. بح مفيش. كيف مفيش؟ زي ما قال السيسي مفيش. يعني ايه؟ يعني مفيش. من لا يعرف قيمتك وانت بين يديه سيندم على خسارتك عندما لا يراك امامه. يستغرق تحويل الأراضي الزراعية التقليدية إلى عضوية 2 على الأقل. فضل أختي رفعت يدها. اللي رفعت يده كان واحد. تفضل. يلا اللي رافع يده. طيب. يستغرق تحويل الأراضي الزراعية التقليدية إلى عضوية 2 على الأقل لتطهيرها من المبيدات والكيماويات، ولكن ستصبح الأرض خصبة بدون الأسمدة. لا بالأسمدة. انتشرت في بعض الدول ثقافات
هي ناتج مباشر لضعف الاقتصاد، مثل تحقير السلب والنهب. واعتبرها ضربا من ضروب الشجاعة في بعض المناطق من العالم. تشوفون على وسائل التواصل الاجتماعي انستغرام وغيره وغيره وغيره، حتى تويتر بعد منتشر فيه جدا، كل واحدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاك الأميرة سارة آل سعود ومش عارف ايه، أنا في لندن الآن وفي أسرة فقيرة عندك، لو تتكرم بأموركم الشجاعة هذه وأمور النخوة والرجولة، بس تحول لها مصاريف هذا الشهر، بس أرجع إن شاء الله المملكة، أبشر بالخير، أبشر بالخسورك إن شاء الله، إنك محظوظ، أنت محظوظ. لا حاضر حاضر، أبشر أبشر. وأقول لها تبيني أصور؟ أيوة. لا هي قلت لها إيش رأيك، بس أنا ودي يعني، أنا حبيت يعني نشوف إيش آخرهم يعني، عايز أعرفها إن هم إن أنت حمار يا حمار. قلت لها يعني بس أنا بضمن حقي. قلت لها خلاص، قلت بصور لك رقم حساب الصراف. أصور لك حساب الصراف بس، ولا أصور لك حساب الصراف والإقامة وأرسل لك رقم السربات؟ قلت لها لا أي والله تكون ما قصرت، كفو كفو كفو. قلت لها يعني حلو كذا، الأخت مفكرة إن الإنسان خلاص يعني زي ما بيقولوا في مصر صار زي أنتم بتقولوا صار خروف، وين شل شبكة عنكبوتية نصابة على مستوى العالم بقمة الذكاء، بأساليب كل يوم تطلع بأسلوب. حتى في مصر هذه الطريقة موجودة، بس يصور حساب الصراف مع الإقامة اللي هو رقم الهوية عندكم، إيش يسوي إذا أخذ رقم الهوية؟ عشان كده يا بنات أنا شفت واحدة نشرة على الجروب رقم الهوية، انتبهوا انتبهي، رقم الهوية هذا يظهر لأحد مصيبة. حساب الصراف عادي، لكن إذا اجتمع حساب الصراف مع رقم الهوية أنت في خطر. كيف يعني؟ بيتصل على شركة مثلا الرجحي، مثلا لو حسابك رجحي اتصل على الرجحي، معروف حساب الرجحي كامل، يا أخي أنا نسيت رقم السر وتقفل، هو بيقفل الحساب، بيدخل كذا مرة يتقفل، يدخله 5-6 مرات يتقفل رقم حساب. يا أخي أنا الواد لعب في الجوال ودخل وقفل الرقم السري، وأنا ناس الرقم مش عارف أفتحه، كام رقم الجوال؟ تك 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 تك، كام رقم الصراف اللي موجود على الصراف؟ هذا واحد، ال 14 رقم يمليهم. كام رقم هويتك؟ يقول رقم الهوية. حلو، أنا بغير الجوال لأن الجوال تحرك، احذف لي الرقم هذا الله يرحمه والديك وحط لي رقم ثاني، يحط رقمه. الحين بيصلك على الرقم الجديد، الرقم السري ورقم التفعيل. حلو، صار عنده التطبيق والحساب وشغال عليه. لو عندك 1000 ريال بحولهم، عندك 1,000,000 ريال بحولهم، في تحويل لحد 20,000 ريال في اليوم الواحد. فانتبهوا، رقم الهوية هذا خطر جدا جدا جدا، والله العظيم انتبهوا انتبهوا جدا. حتى في ناس بتعمل به مصائب وتنسب لصاحب الهوية، تفاجئ انك عندك عليك قضية. اوف انا وش سويت انا؟ والله حتى انا اخاف من خيالي، انا سويت شيء؟ لا، رقم هويته منتشر مع احد، سوى به مصيبة، سوى به عملية نصب، سوى، خاصة الجرائم الالكترونية الحين منتشرة بكثرة. تبوا يا بنات اي، وانتوا تبي تنصح زميلتك ويسوي كده وتدخلي كده على ابشر وسوي كده وغير رقم الهويه وتصوري بسرعه فيديو، انتبهي انتبهي، لان الدنيا الان لا يؤمن مكر احد. الزراعه العضويه هي نظام حيوي ماخوذ من الطبيعه، لا يعتمد على أي إضافات عضوية أو هرمونية. الزراعة العضوية هي نظام حيوي مأخوذ من الطبيعة، ممتاز، لا يعتمد على أي إضافات عضوية أو هرمونية. عضوية يعني إيش؟ عضوية يعني طبيعية، لا يحتوي على أي إضافات كيميائية. هذه موجودة عندنا في مصر،
مزارع ملك إخوة سعوديين بياخذ مليون فدان مثلا، مليون فدان شاريهم ببلاش أيام زمان، شاري الفدان بألف جنيه. والله العظيم كان عندنا الفدان في زي مثلا منطقة الدنوب هذه لما كانت صحراء، في مناطق صحراء زي كده يعني ما حد يروح فيها، كان الفدان بخمس ألف جنيه يعني ألف ريال. فواحد يشتري له مليون فدان بمليون ريال يعني قيمة بيت، صار عنده مليون فدان الآن يساوي المليون فدان اللي دول يساووا مليار دولار، مش مليار جنيه استرليني، مليار مثلا ريال، لا مليار دولار. لما استصلحت هذه الأراضي صارت بتجيب خير عظيم. فتلاقي الإخوة السعوديين واخذين كذا، واحد واخذ مليون فدان وزرعهم زراعات عضوية، يعني إيش؟ بدون إضافات، مشروع حياته هذا، بيصدر منه بس. لأن عندنا في مصر أي أحد يتملك، أي أحد يشتري كل شيء وباسمه عادي، سواء كان مصري أو غير مصري أو سعودي أو هندي أو بنغال، أي أحد يشتري فيها. يلا يا تالا إن كنت موجودة دوت كوم. صار طرق يفرضون منك أما النقود وأما الحياة أما الإمرأة تطلب اثنين، الغلط هنا يطلبون والصحيح يطلبون، لأن ما يخطونك قرض لا يطلبون. تعال اليوم تعبانة، ما أشق عليكي ولا مشغولة حد حولك؟ أحد شكلك مشغولة عندك أحد ضيوف ولا شيء؟ حاولي. يلا يا ذكرى تفضلي. إيش السؤال دكتور؟ أن يهتم المرء بالفضول أو بالفصول الحالية أسعد له من أن يحب. أن يهتم المرء بالفصول الحالية أسعد له من أن يحب الربيع بلا طائل. الحالية هو الخطأ السياقي والمتغير هو الصحيح. فإن تصير الجملة أن يهتم المرء بالفصول المتغيرة أسعد لهم أن يحب الربيع بلا طائل، لأن الحالية هذه هنا خطأ، المفروض تكون متغيرة، فصول متغيرة يعني ما تكون حالية. شكرا يا ذكرى. يلا يا دانا تمكت بالجوار تكلمي. يلا يا دانا تمكت بالجوار تكلمي. في سؤال فوق. الأموال هي التي تعيد للإنسان حياته مرة ثانية. الأموال هي التي تعيد للإنسان حياته مرة ثانية. الخطأ الأموال صحيح. يلا يا آيلة. نعم موجودة. تفضلي. الأموال، أي سؤال؟ أول سؤال الأموال هي التي تعيد للإنسان. الأموال هي التي تعيد الإنسان للإنسان حياته مرة ثانية. الأموال خطأ. الحرية، يلا السؤال اللي بعده يا تالا. القضاء على العدو ليس بنقاشة وإنما بإبطال مبدأ الغلط هنا بنقاشة وتصحيح بقصة لأن عدو. القضاء على العدو بنقاشه وإنما بإبطال مبدأه. القضاء على العدو بقتله وليس بنقاشه وإنما بإبطال مبدأه. يقول القضاء على العدو ليس بقتله، يعني واحد عدوي نقتله، ليس بقتله وإنما بإبطال مبدأه.
يلا يا ذكرى، لو قال كل إنسان ما يفكر فيه بصدق فإن الخصام بين البشر سيصبح قصيرا. لو قال كل إنسان ما يفكر فيه بصدق فإن الخصام بين البشر يصبح قصيرا. هنا خطأ سياق الخصام، تصحيح الحوار، لأن تصير الجملة كيف أن لو قال كل إنسان ما يفكر فيه بصدق تمام، فإن الحوار هو اللي يكون بين البشر يصبح قصيرا مو الخصام، فهنا خطأ سياق الخصام. شكرا يا دكتورة ذكرى. أفي القوم عبيدة ضدكم؟ ايه موجود عبيدة، موجود عبيدة ثم لجين. القضاء على العدو ليس بنقاشه وإنما بأبطال مبدئه. ليس بنقاشه خطأ، التصحيح بقتله. شكرا يا عبيدة. يلا يا تالا، قصدي يا آيلة، سؤالين يا آيلة. تمام. إذا كنت في إدبار والموت في إقبال فما أبطأ الملتقى. أبطأ خطأ أسرع الملتقى. السؤال اللي فوق ما قلنا صح؟ نعم. مخالفة التقاليد لا يعني أن الأموات أحياء، بل أن الأحياء أموات. الخطأ مخالفة اتباع التقاليد. شكرا يا آيلة. إذا كنت في إدبار والموت في إقبال فما أبطأ الملتقى. شو يقول هذا الرجل المحترم هذا؟ يقول هذا الرجل المحترم إذا كنت أنت في إدبار والموت في إقبال فما أبطأ الملتقى، يبقى هنا الخطأ هنا إيش؟ أبطأ، أسرع. لو أنت مدبر والموت جايك، لو أنت بترجع لورا والموت جاي لك من قبلك من ورا، هنا يعني فما أسرع الملتقى. يعني تخيلوا يا بنات أو يا شباب، إحنا أصلاً عمرنا محدود، تمام؟ عمرنا بالفعل محدود، وكل يوم العمر ينقص، يعني نقترب إلى الآخرة يوماً واحد بس. بنقرب ولا بنبعد؟ إحنا بنقرب. الموت الآية يا رب افتكرها، قل إن الموت الذي تفرون منه، شوف الآية وش تقول، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. الموت اللي أنتم بتجروا منه ده مقابلكم، يعني إحنا بنجري وهو مقابلنا، يعني إحنا بنجري بنقابله، يعني الجري هذا بيقرب مننا الموت، يعني بيقرب المسافة. يلا يا ذكرى، تقل الأخطاء عندما نولي التفكير السلبي. تقل الأخطاء عندما نولي التفكير السلبي، مهمة التفكير والتخطيط، لذا يجب ألا نتصف بهذه الصفة. إجابة هنا تقل، التصحيح تزيد.
فإن الأخطاء هي الأخطاء اللي تولد تفكير سلبي تزيد مهمة التفكير والتخطيط، لذا يجب ألا نتصف بهذه الصفة. فهنا الخطأ تقل، التصحيح تزيد. شكرا يا دكتورة ذكرى. يلا يا نور على الدرب، الجحود والنفاق يا نور، يلا تفضلي. يلا يا نور. الجحود والنفاق ظهر الثاني، عرفت الناس، عرف الناس. الخطأ أظهر والتصحيح أخبت. ليس مهما يحدث ما يلاق، ولكن الهمم لا يتكرر حدوثه. يلق الخطأ، التصحيح يعيب. ليس مهما أن يحدث. طيب، القلم عدو العقل ورسول الفكر وترجمان الذهن. القلم اللي احنا بنكتب هذا عدو العقل. ما نقول عدو العقل، سفير العقل ورسول الفكر وترجمان الذهن. هنخلص الخمس صفحات هذول عشان يبقى واقفين عند 100 ونقف هذا اليوم. أكره شيء إلى إنسان ما منع. أحب شيء إلى الإنسان ما منع. شفت لما أقول لك إيش؟ لمدة 3 أيام بيعملوا كذا في العروضات، عرض خاص لمدة 3 أيام فقط. يا تلحق يا ما تلحقش، زي ما أقول المصريين، أو زي ما بقول المصريين. والله في مطعم كده مكتوب عليه كده اسم المطعم كده، اسمه مش دعاية ليه، اسمه إن خلص الفول أنا مش مسؤول. اسم المطعم كده، إذا خلص الفول أنا ماليش دعوة، أنا مش مسؤول. إن خلص الفول أنا مش مسؤول. أكره شيء إلى الإنسان ما منع، أحب شيء. الممنوع مرغوب. لما أقول لك إيش؟ قطعة واحدة لكل عميل. الكلمة هذه بتجنن الناس كلها. قطعة واحدة لكل عميل، أو قطعتين فقط لكل عميل. تلاقي هو مشتري 2 وزوجته مشتري 2 كده، وهم أصلاً ما قصدوا إلا أن يخربطوا الدنيا كلها ببعضها. يلا يا تالا، الجوع ليس له عدو إلا من يطعمه. اسمعينا تالا؟ طيب لجين، يلا يا لجين. الجوع ليس له عدو إلا من يطعمه. الخطأ عدو، التصحيح صديق. نعم، شرحك رائع جدا يا لجين. أعطينا كمان سؤال. التفكير صدام الروح مع ذاتها. التفكير صدام الروح مع ذاتها، التصحيح حوار. نعم، التفكير حوار الروح مع ذاتها، الروح بتتحاور مع ذاتها. أعطينا سؤال اللي بعده يا لجين. شكرا جزيلا. للحق صوت تحت كل صوت. للحق صوت تحت كل صوت، الخطأ تحت، تصحيح فوق. شكرا جزيلا. شوق، يلا يا شوق. الشقي من نظر إلى الدنيا اعتبارا لاغترارا. الشقي من نظر إلى الدنيا اعتبارا لاغترارا.
الشقي هي الإجابة الخاطئة. التصحيح السعيد. أقبح الأعمال خلاف النفس. أقبح هي الإجابة الخاطئة. أفضل هي التصحيح. نعم، أعطينا السؤال اللي بعد يا شوق. تمام، انسى شوي دكتور، يعني قلنا السؤال هذا. تمام، إن من ساعات ذاته كثرة حسناته. ساءت، إن من ساءت، ساءت الإجابة الخاطئة. التصحيح شرفت. الذي يموت زاحفا لا يستطيع أن يطير. يموت هي الإجابة الخاطئة. يولد، الذي يولد زاحفا لا يستطيع أن يطير، بمعنى إيش؟ الإنسان اللي تربى على الذل ما يكون له كرامة أبدا. اما شفت المقاطع اللي تيجي يقول ايش، ارفع راسك فوق، انت ابوكي، انت من تبوكي، ارفع راسك، لا توطين راسك، ارفع راسك فوق، هنا بربيع الكرامه. اما الذي يموت زاحف، الذي يعيش زاحفا، اللي مولود يا اخي كبر راسك، عديها، تحمل هذه المره، مشيها، هذا يصير ما لي كرامه، عمره ما يكون لي كرامه ابدا. الذي يعيش زاحفا لا يستطيع ان يطير. رائع أن تكون ملوناً، والأروع أن تكون متلوناً. يقول رائع أن تكون ملوناً، يعني إيش؟ بتتحمل واحد وبتحمل الثاني والثالث وبتحمل كل واحد على مخه التعبان وكذا، لكن الأروع، لكن الأقبح أن تكون متلوناً. يعني إيش؟ النهارده انا كويس معاكم، بكره ما انا كويس. يعني انسان مثلا النهارده انا انسان امين، بكره مزاجي خربان، الدنيا مش مظبوطه، مش امين كذا، هذا متلون. رائع ان تكون ملونا. كن جوادا تغنم محبه الناس، واياك والبخل فانه منقبه الرجال. البخل منقبه الرجال، ده اكبر عيب في الرجل، يكون بخيل. والله حتى الحرمه لو بخيله بتحافظ على زوجها شويه، تحافظ على مال زوجها. لكن الرجل لما يكون بخيل هو اللي بيصرف، مصيبه. يعني الحرمه اذا كانت بخيله تاخذ فلوس من زوجها متوفرها، يعني ما منها ضرر، ما ضررها، يعني ما ضرت احد. لكن الرجل المسؤول عن بيت اذا كان بخيل مصيبه. فمنقبه، لا ده منقصه الرجال. يعني ايش؟ حتى عندنا في مصر كده يقولون ما يعيبش الراجل الا جيبه، كده يقولون كده. يعني الراجل العيب الوحيد فيه ان هو يكون بخيل. صديقك من يصارحك لا من يجملها ليخسر رضاك. صديقك اللي صرحك لا من يجملها ليخسر رضاك، ليكسب رضاك. الصديق فعلا اللي يكون صريح مع صديقه. يعني مثلا واحدة مشكورة ما قصرت، مثلا تقول يا دكتور انت اليوم أداءك كان ضعيف اليوم، ايش فيك تعبان اليوم؟ لا ليش؟ يقول صرحك اليوم مو مفهوم مرة، يعني تعبان ولا شيء. لا دكتور، لما تكون تعبان اللهم صل على سيدنا محمد، يعني علمنا، قول اعتذر اليوم افضل ما تكون يعني شرحت شرح مو مفهوم. هنا ازعل منها انا؟ بالعكس، ده صرحتني، هي صرحتني لتبين الشر من الخطر، ولكن لم تنافقني لتكسب غير رضايا. مثلا يعني مثلا ما شاء الله على شرحك اليوم، جزاك الله خير، هنا ما صرحتني. وهكذا الألقاب ليست سوى وسام للأشراف، والرجال العظام ليسوا بحاجة لغير اسمهم. الألقاب ليست سوى وسام للأشراف ولا للحمقى؟ للحمقى.
يعني وزير عميد زي ما بقول عندنا في مصر، لواء في مصر، سعادة اللوز، سعادة ايه اللوز كذا. سعادة اللوز هذا الألقاب ليست سوى وسام للحمقى، والرجال العظام ليس بحاجة لغير اسمهم. تعرفون فلان؟ أيوة تكفى. شفت لما كان يقول يا محمد، الأغنية اللي بقول عليها محمد على أمير محمد، ما هو مضطر يقول حط وحطه في الأغنية، يقول الأمير محمد في الأغنية، قال يا محمد بس تكفي هذه، لأن الألقاب ليست سوى وسام للحمقى، والرجال العظام ليسوا بحاجة غير اسمهم. شوف لما قالوا إيش سلمان الخير، ما قاعد يقول الملك فخامة الجلالة الملك المشعر، يكفي كلمة سلمان الخير هذا تكفيه. ليش؟ الألقاب ليست سوى وسام للحمقى، والرجال العظام ليسوا بحاجة لغير اسمهم، اسمهم يكف. بئس بئس الزاد إلى المعاد الإحسان إلى العباد. بئس الزاد، نعم الزاد إلى المعاد الإحسان إلى العباد. تالا موجودة دوت كوم أو ذكرى، تبقى ذكرى. أيوة يا دكتور موجودة. تفضل يا دكتورة ذكرى، أثقلنا عليك لكن هكذا نهتم بمن نهتم به زيادة. يلا يا ذكرى. ها بئس الزاد إلى المعاد الإحسان إلى العباد. هنا الخطأ السياقي الإحسان، التصحيح الإساءة، فبئس الزاد إلى المعاد مو الإحسان لا الإساءة، الإساءة إلى العباد. هذا لأن نقول من اسم بئس معناته نربطها بالإساءة مو بإحسان. بئس الزاد إلى المعاد الإساءة إلى العباد، يعني الواحد يكفي خير الناس شره. التصديق فقط عند الرواية، التصديق فقط عند الرؤية، يعني متى نصدق الشيء لما نراه. العين تصدق نفسها إن أحبت، والأذن تصدق غيرها إن كرهت. العين تكذب نفسها إن أحبت. إيه والله، يعني في مصر هذا الشيء شفته في مصر، طبعا سبحان الله انا ما كنت ادرك هذا الشيء لما كنت طالب، يعني اشوف واحد، والله العظيم هذا الكلام والله اني صادق فيه، اشوف طالب يعني ما يتنظر اليه، شكله قبيح جدا جدا، شكله قبيح يعني ما يلتفت اليه، اشوفه ماشي مع بنت قمر 14 قمر كذا، قمر بمعنى الكلمه، يعني اتعجب كيف واحده زي هذه ماشية مع شاب، والعياذ بالله الكلب أحسن منه، الكلب ينظر إليه أحسن. بعد كده بقى قالوا إيش، عرفنا بقى أن البنات بتسمع أكتر ما بترى، تحب تسمع اللي بقول كلام كويس، مش فارقة معاه شكله إيه. فالعين تكذب نفسها إن أحبت. لو بنت حبت واحد، لو كان يشبه الكلب تسمع منه تصدقه على طول. العين تكذب نفسها إن أحبت. العين لو عين واحدة حبت واحد تكذب نفسها، قلت ده جميل، ده ما شاء الله، ده قمر، ده أمير الأمراء. العين تكذب نفسها إن أحبت، والأذن بقى تعال نشوف الأذن، تصدق غيرها إن كرهت. الودن لو كرهت، لو قلت إيش بالله زي كده خلاص، واحدة بتكره واحد، والله لو قاعد يقول لها ليل ونهار انتهى الوضع. قانون النساء خاصة له المحاولة الأولى فقط، يعني واحدة أعطت الثقة لأحد وغدر انتهى الوضع خلاص، والله لو انزرع ليل ونهار انتهى الوضع.
جيم اوفر. وجدت سكوتي متجرا فلزمته، اذا لم اجد ربحا فلست بفائز. يقول وجدت سكوتي خير متجرا فلزمته، لقيت السكوت حق هذا مشروع حلو فالتزمت به. اذا لم اجد ربحا فلست بخاسر، لو ما كسبت ما انش خسران حاجه. اكبر المحيطات في العالم يتكون من بحيرات صغيره من الماء. اكبر المحيطات في العالم يتكون من ايش؟ من قطرات صغيره من الماء. اخر صفحه ونخلص، اطلنا عليكم لكن معلش عشان نقف عند صفحه رقم مميز عشان بكره ننتهي ان شاء الله. يستطيع عود الكبريت ان يحرق ملايين الاشجار. عود الكبريت، اي والله عود كبريت يولع بس كبريت خلاص. بينما الاشجار او الشجره الواحده تصنع ملايين الحرائق. يقول هنا الخطا دال الحرائق. يستطيع عود الكبريت ان يحرق ملايين الاشجار بينما الشجرة الواحدة تصنع ملايين الحرائق. خطأ هنا، ملايين الأعواد. الكبريت هذا علبة كبريت، شجرة واحدة تعمل ملايين الأعواد، وعود واحد يحرق ملايين الأشجار. انظر إلى المياه وخذ حكمتها في مسيرتها، فإذا ما اعترضت مجرى غيرت اتجاهها لغيره، وإذا لم تستطع إلى غيره سبيلا اعتلته. انظر إلى المياه وخذ حكمتها في مسيرتها، فإن خطأ هنا كلمة مجرى والتصحيح سد. انظر إلى الماء المياه وخذ حكمتها في مسيرتها. المياه يقول ناظر المياه وامشي بيه بالحكمة حقتها، في فإذا ما اعترضت مجرى، اعترضت مجرى غيرت اتجاهها. شوفوا المية هنا لو حطوا سد هنا للسيل، السيل يجي كده دائما. فإذا ما اعترضت مجرى غيرت اتجاهها، هنا المجرى خطأ. إذا ما اعترضت سد، لو قدمها سد تغير اتجاهها، وإذا لم تستطع إلى غيره سبيلا اعتلته. لو ما لقتش مكان بتايش؟ بتعدي من فوق السد. اشرح لكم بالبلدي بقى. المايه وهي ماشيه كده لو لقت سد بتروح الطريق الثاني. طب لو ما حصلت طريق ثاني، المايه بتتجمع وبتعدي من فوق هذا السد. هذه الطريق. لا تكف المرأة عن الكلام إلا لتضحك. لا تكف المرأة عن الكلام إلا لتبكي. لو وصلت إن أحد بكاها تسكت. من أفنى شبابه، لا خلينا ما قلتش هذه، إيه قلناها خلاص. من أفنى شبابه مجاهدا قضى مشيبه باكيا لاهيا. هذه أنا عاهدتها في عصر جدي. جدي مثل ما قلت لكم كان يتيما ونشأ يتيما مظلوما، يعني في بيت غني جدا، يعني نشأ في بيت غني لكن كانت أمه هي الزوجة الثانية في مصر. هذه مصيبة، الزوجة الثانية ملهاش ملهمش. لما مات جدي، لما أبو جدي مات رموا أمه وأولادها بدون شيء، ملكمش حاجة، يلا مصيبة. يعني عندهم عقارات وعمارات وأراضي وفلوس واجد، لكن يوم مات هذه الزوجة الثانية هي وأولادها ما لها شيء. كان جدي من الأم، من الزوجة الثانية هذه. يوم مات أبوه، ثاني يوم صار في الشارع ما عنده شيء.
جدي هذا الله يرحمه، كان رجلا مكافحا، والله العظيم عهدته هذا كان رجلا بمعنى الكلمة. وصل سن 40، تخيلوا، مات أبوه ما عنده شيء، طلع في الشلاء نفسه في الشارع، وصل سن 40 وطبعا مش قايل بقى عنده ايه، لكن اقول الحمد لله في خير لا تتخيلوه، من جهده ومن تعبه، لا ورث ولا شيء. وايش وسن 40 يعني مش 50 ولا 60. اجتهد في بداية حياته وتاجر وتاجر وتاجر، وكان الله عز وجل واضعا البركة في ماله وفي أي شيء يحط فيه، إذا مسك التراب كده يتحول لذهب ما شاء الله، لأنه مظلوم، إنسان مظلوم، يعني نشأ غنيا ثم في لحظة وجد نفسه فقيرا معدما. والله أذكر في سن 40 ترك الدنيا كلها ويجمع أعمامي ومنهم أبوي، قال لهم شوفهم، أنا سمع السلفته هذه منهم لما قعدت معهم، أنا طلعت من العائلة بلا شيء، ظلمت ثم عملت لكم هذه الثروة التي تقدر بكذا وكذا وقدامك كذا وقدامك كذا وقدام، قصرت أنا في شيء؟ قال لا، قال أنا سأعمل بقى إلى ربي، سأعمل إلى آخرتي، تركت لكم الدنيا وتركتكم أغنياء من أفضل ما يكون، سأعمل إلى آخرتي بقى. وصل سن 40 كل سنة كان يحج، كان يجي حج، طبعا كان الحج يكلف في مصر بتكلف 100,000، الآن بيكلف 300,000 ريال، بتكلف 300,000 جنيه الحج في مصر. من بعد سن 40 كان يأتي إلى الحج كل عام، وما كان يترك المسجد، يصلي ويروح ويجي، بس من 40 مش بالستين. كان رجلا رحمه الله، والله كان رجلا قل ما وجدت مثله، والله العظيم أترحم عليه كل صلاح جدي، يعني الناس في العادة تترحم على الأب، أنا أترحم على جدي مع أبي كل صلاة، وأدعو يعني طبعا أدعو لأبي بطولة عمر ولجدي بالرحمة. لا تعرف المرأة قيمة تعاستها مع زوجها إلا عندما تفارقه، سعادتها. من يحمد الناس يحمدوه، والناس من مدحهم معاب. من يحمد الناس يمدحوه، والناس من مدحهم معاب. هنا يقول مدحهم، أن من يحمد الناس يمدحوه، والناس من مدحهم معاب. هنا ذمهم معاب، اللي يذم الناس يذموه. هنقف وقفين عن صفحة 100، سنبدأ بها إن شاء الله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.